والله في محطة هنا قريبة، خلني بروح لها. اوكي. الو، يلا فك الماب. ايوه بفك الانوار. اي جزر. هذا بوري. الو انوار، ايش بها؟ اي ما اذكر اي جزر الانوار. اي هذا تحت هذا. اي تمام. ايش العاني؟ كان في عاني؟ ايوه خلي عادي. والله كبسنا بوجه العمار. لا لا، خلنا جوا المدينة. طيب شوف مهم. والله بنزين يعني... بنزين بنزين. ايه شو الخريطة؟ حاط على الاعلام. اوكي روح. الو احد هنا؟ عاد فجر تونا صباح خير. يلا كيف عشك ثامن ذا؟ والله يخرش، والله خرشت ام القير خرشه. القير كذا قال لي شو ام امك؟ ليه؟ من 20 ماشي 20 وعشق الثاني. 20 بالنسبه للتريلا، وثاني المفروض انت على الثاني خلاص توصل 12 حدك. فجاه 20 كذا تريلا زعلت. كم سلندر؟ والله ما ادري عن سلندرات. يا ستة. هذه 380 حصان ترى. ستة. لا. فشيء مرة سيء. يا ابوي ما ادري بالمزيدك تقيس تريلا بسلندر. ممكن. ما قيسها بالنيوتن، قيسها ب شو اسمه. ما تفرق سلندرات على حسب بس. ديزل. هي ديزل هي. اي كل التريلات بس انه السلندرات سلندل سلندرات في الديزل تفرق؟ ندري يا ابوي. شوف لفاتهم كيف تحس كأنهم قاعدين يفحطون. خرشه انا من اول من الراحه اللي فاتت. الراحه اللي فاتت كذا تحسه يوصل لين عندك بعدين يلف. اي ولا والبريك المفاجئ. البريك كذا يخرش البريك. ايش في؟ هدي يا الحبيب. هذه حركه جديده عجبتني انه صار يمديك تسوي علامه على الماب يعني زي جراند وكذا. لا ما كان يمديك في الاوروبي. لا لا مره ثانيه اخرش القير. اوب شويش بشويش بوم تنفجر. خلاص راح كل حاجه. اوكي طفي التريلا. سم يبي لي طفي التريلا بعد. طيب سعر اللتر 0.74 71 سنت. يعني احنا عندنا كم الحين؟ اللتر حق ال 95 ب ريال تقريبا 0.90 ريال. 0.90 انا متاكد. خلاص 0.90 وشو اللتر حق ال 95؟ ايوه ايوه. ف ال 71 الاخضر. الله عبيت امه. شوف عبيت امه بكم. 376 دولار عشان تعبي 500 ورق. اوه والله 500 500 لتر. واو واو. ليه 500 لتر؟ مره كثير. قليل والله قليل. عاده المفروض انها 1000 ولا شيء. يا ابوي التريلا صغيره ذي. اللتر عندهم ما مو مرة ترى. رخيص رخيص كويس. ديزل. ما تقارن. اي ديزل صحيح. بريالين ونص. طيب حنا نبي شيء في الفريزنو. تي فيز. الفيزونات. اوكي. شوف لك شيء شكله غير شكله غريب. كل اشكال زي كذا. برضه يقول لك خلنا نروح لنيفادا. مرة من هنا مكانك توصل شيء لنيفادا. شو وضعك مع نيفادا انت؟ ايوه يا الهي كم كيلو؟ أيه 600. احنا طورنا اللونج ديستنس المره اللي راحت ولا؟ احنا طورنا الليفلين ثلاث اشياء ولا شيئين؟ ما اتوقع انك طورت. انا طورت اللونج ديستنس لحالي. ما مهم. تشيز جبنه. روح ما تكسر. بس هذه شفت تدفع لنا اكثر يا اخي. ذكرت شو اسمه بس ماني بنرجع لوس انجلوس عاد.
يلا يلا طالعين لبادة. تذكر تريلة المراعي اللي انقلبت؟ وين ذي؟ زمان كذا زباني في الشارع كذا. اتفاول علينا يا الحبيب. خدتها خلاص؟ يبي لي اروح اخذها. انا اخذت المهمة لكن باقي لي 45 عشان اروح اخذها. بغيت اقول له اروح اكلها جبن عرفت؟ اوكي ايش ذا العلامة؟ اي علامة؟ تو كان في علامة اشارة كذا. كيف شكلها؟ لا ما يمديني. على فيها الاشارة الصفرة. ذكر ما ذكر الاشارة كيف فيها خطين صفر كذا؟ لا علامة اشارة عادية بس الاشارة الصفرة منورة فيها اكثر. ما ادري. تنبيه. عندي نشوف كيف كان شكلها؟ معين. وصف لي شكلها. معين. وفي اشارة في النص بس لوحة اشارة عادية. ما يبي لها توصيف الله يسلمك. طيب وانت تسأل بسيطة. ها؟ ان في اشارة قادمة في الطريق. لا يا شيخ ما شفت الاشارة انا. يجوا يعطونك تنبيه ترى. في ما كان يعطونك تنبيه في ان يعني في اشارة جاية. سلامات. جد؟ لسه ما تسوى. تسوى في اللفات. ما هي بلفة طريق سيدة. في طريق كانوا حاطينها فيها قبل ما يشيلون الاشارة. الطريق كان يمشون الناس في مين. لفة بسيطة تلقى اشارة. اشارة حوادث على كيفك. والله يا وادم ليش السرعة هنا 80 او اكثر من 80 مسموح؟ والله خطر يا حبيبي خايف على نفسي. فجأة هدت. فجأة هدت. انا جاي بشوف القهوة. اي انت دائما تشوفها كذا بعدين. والله يا ابوي ايش ذا؟ فجأة كذا يسحبون كذا جلنط. مشكلة على لوحات السرعة هنا ما هي زي البريطانية كذا احمر ويعلمك يقول لك ترى السرعة انخفضت. ما في الشارع. لا شيء ابيض بسيط باليلا تشوفه. كذا عشان يضبطونك ساعة. اللي بالميل ذيك العلامات حقتهم. بالضبط. من جد يا اخي تحس عندنا مشكل الوضع في لوحات قديمة بالميل. 45 مكتوب كذا بس. اي ما لها اي. ما عرفت الا يوم كبرت. ايش 45 ايش يا حبيبي مشي لك 45 في الشارع؟ والله شيء غريب تحسه. كذا كل ما مكتيل. تلقى كل ما يمسك واحد يعجبه نظام دارس برا تلقاه في دولة معينة يبغى يطبقه. يا رجال. يجيك واحد غير لا النظام هذاك مو كويس ابغى اطبق نظام الدولة اللي اجيت منها. شيء تحسها زي كذا. بس اقل في امل انه قاعد تتعدل. الله يا ابوي حقها دعسة بس انا خايف يكون في دورية. اوكي تمام. عاشر لا اله الا الله. بس تحس الاشارات فكت ازمة. اخي احسن من التقاطعات؟ لا. ها؟ قبل الاشارة من اللي كان يوقف ينظم الطريق؟ كيف ام المعاناة. تخيل انت واقف بس تنظم الطريق. ابو الوظيفة. شرطي قصدك. ايه. اللي باللوحة ذيك اللي فيها علامتين يمشي شارع وخلي شارع. شيء حزين. الو يا يعني يا دي السيارة دي طلع راسك. تخيل كذا. ايش فيه جميلة يا اخي. عجبني امريكا ما تلقى احد يعني. احنا هنا بالاشارات تشوف كل واحد كذا تعرف يقز الثاني كذا يشوف ايش فيه. ها كذا عرفت اذا في احد قاعد يسوي شيء شاطح مثلا قاعد يسوي فلوج تلقى الناس كلهم يطالعون ويدقدقون بواري يسببون قلق عرفت. امريكا لا لو في واحد مهبول جوا قاعد ينصارع جنبك ما طالع. خصوصيه عرفت. مو كل الاماكن برضو عندهم زي ما تقول اماكن القرى او مو قرى المدن اللي في النص اللي ما فيها سياحه ما فيها شيء مشهور ما حد يروح لها. شوف طيب شوف في ما دقيت الام بوري لا ما ما شوف 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 الموت. الموت اوكي قلب لي
ها قاعد ينظف ابو شابع الصبح سامات. انا قلنا رايحين للفاده. ايش في ثاني؟ هذه برضو النفاده. هذا ايس كريم. بس لا هذه تدفع اكثر ف ناخذها. وين التريلر؟ اوه هذا احس الايس كريم يسوى اكثر من الجبن. ها دبي له مشوار. اوكي انا في انواع عشبان اسطوري. انت اسطوري. جربت الجبنه المعفنه؟ اسمها كذا؟ لا لا مو اسمها معفنه، بس الجبنه اللي يجي فيها عفن، اللي يجي فيها ازرق شوي. بلو تشيز. ايوه اوكي. ما ادري ايش ما شبك التيدر، مع انه كنا لاصقين في امه بشكله. الزاويه ما عجبتهم. انت ما دخلت شكلك. اه ايوه اوه اضبط. كيف بالله كني في سيارة سباق. يسار ولا يمين؟ يمين يا ابوي. عشق ثاني. انتبه. اه كويس روح. ماشي على الخط الاصفر يا حبيبي. ايوه ايش بهم؟ لكاعة. ما ادري ايش لكاعتهم ذي. في لفة يمين. ليه ما يلفون من هنا؟ ليه يروحون لهناك؟ انا قاعد اشوف انه هذا الادمي شطح في نص الشارع. شوف بعدين بغى يندعس. لا. وهذا قاعد يقطع اشارة. هذا قاعد يقطع اشارة. لا فكت اشارته بعدين قطعت. ايوه هو يعني قطعها بعد ما مشي شوية، فمفروض خلاص كان يهجد. يوقف في نص الشارع. أيه. يمشي. لا كان قريب اصلا، ما في نص الشارع يعني، ما في ما بيأثر على احد. يا اخي حركة اللفة عندهم غبية، اللي مسوي لفة ما ادري الشباب. وقت الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. عاد بنقعد نص ساعة نخرج من المدينة. ليش فاتحين انوار الان؟ سامات؟ اوكسيدا. اي نوار؟ شوف هذا الابو شاب اللي جنبنا فاتح الانوار. المغرب اجباري. مغرب ايش تونا؟ صباح خير فجر. الصباح المغرب اجباري يعني، لما تطلع الشمس يعني ها يكون فيه نور. هو طيب يعني احنا ما اخذنا المخالفه كذا كويس. شو اسمه يوم اخذت الرخصه لو اكثر من الاحصائيات، اكثر حوادث اللي يصير فيها، اكثر اوقات اللي يصير فيها حوادث اوقات المغرب والفجر، ان تحويل الانوار. ايه الواحد ما يشوف كذا يعني، يجيك على المغرب ما يبغى يفك النور وما يشوف يقبع. ما ادري هات بينا زيك. ما ادري الاحصائيه هذه مبنيه على ايش. ما ادري لان انا اشوف كل العالم يفكون الانوار. اوكي اقطع اشاره، اقطع اشاره. وين كل العالم؟ هذا 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 الادمي يقطع الاشاره. بلغ عليه، بلغ عليه. الله ما شفنا. خذ اللوحه. ما قدرنا. اي ايوه يمكن الكلام هذا قديم لان السياره جديده تلقائك لو تفك اللمبات على المغرب. سم اخوي وش السياره ذي وش اللي تفك على المغرب ذي؟ 2011 اظن. في شفت سياره 2011. خل عاد اللي بعده. اي بس مو كل السيارات، اغلبها جديده فيها الحرب. بس مو كل سيارات. في إشارة. كويس. أغلبها. والله يا أبوي اللفة. أوكي. مدينة مدينة مدينة. دعس دعس دعس. 48 مدينة. لا تنقلب لا تنقلب. يا رب أحد يجي. أيوه ممتاز. والله فجأة خفت الطارة، تعرف كذا حسيت إنه الاتزان مو مضبوط. يبين نوازن يلد. اوكي خفت بشكل كويس ولا مو كويس؟ خفت على اساس انها تبي تنقلب. نعطي امه سادس. يعني مع الطالعة. لا ها. المنظر. وين المنظر؟ اوه اللي قدامنا قصدك. اوه الطريق هرجة انه نطلع من دكتور العيون. اوه زي حق الدكتور العيون ذي. غبية الصورة. ايش تبغى الصورة؟ لا ما هي غبية بس انه شوف التريلر. صورة غريبة. شوف التريلر.
ابوها تريلا قديمه ذي فاخره. اي واحده تقصد، المنطاد ولا الثانيه؟ المنطاد. ايش في صوره ثانيه؟ ايش بك علقت؟ ما ادري، في خط جاء لك ذا، في خط سريع وفي منطاد. ما قد شفت حق الخط السريع ذي. يطلع لك خط لا نهائي كيف؟ حاول تسوي فوكس، حاول تسوي فوكس. عيون ترى مو كاميرا يا حبيبي برضو. في فوكس في العالم، تحاول تركز وليس تحاول تسوي فوكس. شو الصوت ذا؟ غير بغى يموت الجير. عشق قاعد عشق وارفع على طول، يعني لا يعني قاعد عشق عامله كنا سياره سباق، عرفت؟ لا لا مكس سواقت يا ابوي. شوف بالله كم المنظر، الله صرف. هذا الشيء ترى من غير كذا، لا لا ايش، لا ارادي. ايش تعشق وانت اصلا ما انت مركز، انت تسولف اي شيء. اي بس لا تصرف، تتكلم عن 16 جير انت، ما ادري 12 جير. واو فجاه انتهى الطريق، ما فرقت نفس التعشيق. اي بس يعني انت بتعشق كثير يا عيني. انا قايل لك انا ما تسمع كلامي، بس يلا سمعت كلام. ايش نروح للباده يا اخي؟ شيء تونا 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 في كاليفورنيا يا الحبيب، شوف المناظر غيرنا. اي يعني تونا طالعين صحراء كذا و... كذا من الطيارات وشغل. كان في طياره تطير؟ لا تخيل. والله فكت ازمه انه صرنا ناخذ اشياء وزن خفيف. لما كنا ناخذ، ما اخذنا المره اللي راحت تريلر وزن ثقيل نشبت. يا ليتني ما تكلمت. طلعه ايوه انا ليش تكلمت؟ كمل. طيب نحطه، لا ما خلاص كويس. خامس يا حبيبي احطه سادس تقل السرعه، احطه رابع بس بتفشل. لا رابع خلاص. شوف خامس قاعد تقل. الله يستر. هدي يا الحبيب. ايوه قال لك ممتاز اني اوخر كذا عشان لا يجيك واحد غشيم يطيرك. خط ممتع يا اخي. واو جبالة والله احسن من الاوروبية. شوفوا كذا. اهلا دورية. هاي دقت لام بوري سبايس كذا. والله تخيل يسقط بوجهها من ام الخرشة. مقايق باك اكيد اكيد. بس عاد قبعة شرطي هذا شيء ثاني. ايوه والله كلام. شوف كيف الخط مضبوط. عظم مسافلة كويس. تحس انك عايش تحس كأنك عايش هنا. والله شيء مضبوط. ايوه واقعية. فجأة حذفت الخط الثاني. يا واد كيف السرعة هنا مسموع 89؟ تستهبل يا واد. يعني ام الدعس اللي بيجي. اوكي بس كويس الخط صار مستقيم الحين، ما في طلعات ما في نزلات. لا تنقلب، اهم شيء اهم شيء لا تنقلب. انت شايف كيف الخط قاعد يميل التريلر؟ اما من جد؟ هي كذا فجأة. انا احس بس التريلر كذا، بس الالوان. الوان ايش؟ ايش دخل الوان؟ بس انه حاطين لون كشكل. يو شوف كيف الخط مستقيم. يو دكتور عيون. سيك فيها نزلة. هاي طلع بنروح هناك ندير. سامت. كيف هذه المطبات يا عيني؟ لا الحين انت في السعوديه خط الرياض. والله يا واد شوف اسلام يا واد، من قوه الخط دعسنا. شوف كيف اقدر ادعس اوصل اكثر من حدود السرعه. ليه انت ما كنت من اول تقدر؟ لا انا ما ادري ايش انخرجت فجاه كذا. السرعه تعدلت مع نزله. اسلام شوف ايش ذا فوق، طيور. أكثر الطيور. إيش فيه؟ نسبها قطرة في القزاز. مدري ليش. أوه خلاص تكفى لا تطفي البي سي اللي تحتك. ها لا ليش سمت. إيه أوكي ثاني حق القاء التعشي الصف اللي بعده. الخط 395 يشبه خط 88. مدري 88 هو 68. ليه يا اخي ما بيجي ليل؟ كيف ما تبغى تيجي ليل؟ وقف الوقت يا الحبيب. تونا 10 صبح. ايش بك 10 ايام تونا صبح الساعه 5؟
وين خمسة؟ وين؟ قلت جراند. لا هذا الاي تي اي يا الحبيب يقول لك انت متوقع انك توصل خمسة عصر. اوكي. عرفت فوق الشاشة. انا اشوف في شيء جاء غير اللون حس انه جات على المغرب كذا. كانت مرة ابيض فجأة قلب على الاحمر. انت ما شفت الاونلاين، الاونلاين ما تدرج. الاونلاين فجأة كذا. الالوان تتغير. ليه؟ ما حطوها، ما سووا سينك يا رجل. الحمد لله انه اصلا مسوين سينك الحين قل اللاج، هرجة اللاج اللي كنت شفت ترايلات انت تشوف شيء واللاعب الثاني يشوف شيء، الحين صار يحطون علامات على الماب اذا في ترايلة ثانية جنبك. يا ودك كلنا نلعب اونلاين، ما في احد. انا قاعد العب سينك بلاير عشان متوقع في ناس، عرفت سيارات. الاونلاين زي كذا فاضي، ما في احد. نادر ما تمر على لو يفكون شات فيه بتكون جميل. في شات صوتي لا بس مزعج. ليزر فجاه كذا تمر في مدينه فيها 30 تريلر. انت ما شفت H1Z1 في البدايه في اللوبي؟ اوه والله شوف ورانا ناس، احنا حاشرينهم شكلنا. في حركه افضل والله، الناس حاشرين. اوه الخط صار 113 اسلم. ايش فيه 113 الخط؟ واو ادس قاعد نسافر يورد، ما يمديني ادس. هذه المشكله. بعد اللفه دي دوس اذا بس اهم شيء الناس ورانا طالع في مرايه. شوف كيف حشرين الناس ورانا. انتبه انتبه. ايش ايش بغيت تدخل في التراب؟ انا معك مدرك الوضع. في حركه افضل. ايش اللي هي زي شو اسمه ذاك، تعرف ذاك اللي تضغط ويطلع صوت بعدين تتكلم، لو يكون في زر زي انتبه. هذا شو اسمه قرض، تعرف الشغله ذي؟ وكي توكي. ايوه هو يكون في زر تتكلم فيه بعدين تفك، ما يكون في زر. طيب وافرض واحد نذل فك طول الوقت قاعد يصايح، انت ما تشوف اللوبي حق باند اكثر من 30 ثانيه باند. اي لازم ادمينيه كثير وكذا. انت ما تشوف اللوبي حق لعبه زي انتبه شو اسمه وشو H1Z1؟ عرفت H1Z1 لعبه الزومبي ذي اللي تشبه هرمه جميله. لما يكون في البدايه باتل رويال، باتل رويال اللي هو زي الفيلم حق هانجر جيمز، عرفت كذا ناس يجتمعون مع بعض في البدايه يحطونهم كذا 40 واحد مدري احيانا توصل 100، يحطونهم في مكان معين كذا صندوق بعدين يفكونهم اول ما يخلص الوقت، عرفت يوزعونهم على الماب. في اللحظه هذه في التجمع ذا اقول لك تنصج تنصج، تمشي بس جنب واحد تلقى واحد مشغل اغاني، واحد مزعج العالم. انا اقول لك لازم يكون في زر عشان الشيء هذا. طب ما هي زر، ما مو انك تقعد ما تقدر في اللعبه دي تشغل غالي زر طول الوقت. اي لعانه جوم هذا بس لعانه، وصوت بزارين يصايحون ازعاج. ركز شوف السحاب كيف يتحرك يعني. والله كلام ذاك برج مراقبه ولا شنو؟ والله ما ادري فجاه ظهر. قرب كذا قرب وجهك، احنا ماشيين مقربين. قرب وجهك انت شوف. خلاص هذا اقرب شيء، ما تفرق. يود والله خرافي الخطه اللي فك لك 113. لا لا طالع لا طالع لا طالع لا تموت لا تموت نوصل غلط. خلاص وشوف شو هذاك، وفجاه انخفضت السرعه من 113 ل 48. اهلا بنزين الموت. تونوبا تونوبا ايوه شكلها قلعه قلعه استهبل. ايه لا لا هذا بيت مزرعه عاديه يا شيخ يا صديق، قلعه اثريه تلقاها. لف يمين لف يمين، لا تمشي سيده، لف يمين عشان يلا لف يمين يمين بعدين مره. اوكي 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 يلا يا عاد والله متحمس. فك الاشعار ما في احد. تبغى لا يا ابوي شوكولاته على الصبح ما هي بسكوت بسكوت أم سابع. تعال ايش فيه شوكولاته على الصبح؟ الليل اقصد، احنا صبح في اللعبه بس الليل. لا تصرف. ها؟ مو بقلعه مزرعه، شفت قلت لك. واللي مزرعه قلعه. قلعه يا شيخ. ندخل ذي. ما ادري هذا شكله حقة القمح، ما ادري كيف. اللاعب حقنا يبي ينام. صومعه. ايوه. صوم ما اخترع الاسم ذا، هو بس ما صوم انت بعد لا تصدق. ها
صومعة هذه صومعة شو اسمه للعبادة ما لها أي دخل. أنا كنت أطقطق ذيك المرة لما قلتها. لا سمعتها في فيديو من فيديوهاتي. بعدين كل الناس في الكومنتات قلبوا كذا يقول إيه صوم هذه مو معناها صومعة هذه بيت حمام ما أدري كيف. ما شفتها فيديوهاتها. سمعتها أكثر من مرة ترى. زبدة. كويس إن ما في إشارة هنا. كسر. كيف طريق سريع إنه في تقاطع زي كذا؟ والله ما سهل. 129. ابن أمك توصلها أصلاً. يا رجل لما كان شوف شوف الشرطي كشح له قال لي روح روح. أوكي. فجأة فجأة بس لف 129. والله يا حبيبي. تجرب سيارة صغيرة في اللعبة. ما ادري في في الاونلاين لا في الاونلاين اسمه في بعض الادمنيه في مود بالمناسبه لكن في بعض الادمنيه يعني عشان يراقبون الناس وكذا يمشون بسيارات عرفت وفي ادمنيه يسوون بث مباشر عرفت كانهم سي سي تي في عرفته الكاميرات اللي في الشارع يسوون كذا بث مباشر على تويتش تخش اذا خشيت موقعهم حق الاي تي اس 2 ام بي تلقى فيه بث مباشر سي سي تي في كذا يجيب لك الناس ويجيب لك الناس يقبعون الناس ما ادري كيف يجيبون للعيد بس صار فيه زي ما تقول صار فيه التزام اكثر لانه اصلا صار قوانين الباند مره صار عرفت ما صار فيه قوانين كذا تويتش ولا كل شيء لانه في مراقبين كثيرين مو بس واحد ولا اثنين لا كثيرين صار مثلا في اذا انت تبغى تسوي موكب ممنوع الموكب بالسيرفر العادي لازم تخش سيرفر مواكب موكب كذا سيرفر مواكب والناس يسوون ايفنتات كذا الناس يسوون يقول يلا في تجمع الساعه كذا عند مدري كيف نطلع كلنا عرفت سيرفر مواكب كامل في هي تخيل هذا دق بريك بوجهي وانا كنت ملحم فيه المهم ودع التيلر ودعنا كلنا ودعنا كلنا يا رجل انا وهو لا انت سيارتك ما تسوى صراحه اللي وراء أغلى من السيارة هذه $118,000 برضو مات شكرا معنوية شكرا عطمتني سبار أول مرة أمشي 100 يلا يلا وصلت 100 أوشيت 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 لا تبطي لا تبطي إيه شوف هذا بطة تبى نموت أنت امش ما عليك جاوز جرب جرب كذا الفلة جرب الفلة جرب الموت والله انت والله يا اخي قهر يا اخي عندك نوصل اكثر من 100 ايه نزل الليمت 113 على اساس بنوصل 113 كان عندي امل سيارتك زباله صراحه مع احترامي شكرا شكرا الله يعطيك انا ما ادري ايش جايبك انزل 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 انا من اول بس اقول ما هو بس بث من اول ابو شاب متي احس بث اقول لك شوف لك سياره احسن منها ما في فلوسي ما تكفي وغير فلوسي ما تكفي لما دخلت الوكاله كل التريلات الثانيه ليفل 10 ليفل 10 ليفل 10 حتى لو مثلا اوكي جبت فلوس اوكي اقدر اجيب فلوس حلو ليفل 10 يقول لك انزل انزل يوات حق في العاشر عاشر اوكي ايوه فريوس فجاه ما تعشق اوه ما في 12 ما ادري ليه ايش ما اوه هذا 12 انا عشقت هنا 12 بس والله كويس ماشيين بسرعه تخيل احطه في ريوس تبي احرق الجير انا ما ادري ايش يصير خلينا نجرب او لو ادعس بنزين او لو ادعس بنزين ولا داعي عرفت حطيته في الريوس كلتش سوى طوط 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 حق صوت الريوس تدري اني بغيت اسويها بالحقيقه تدعس بنزين لا اه ما خلاني اصلا احط انت اوتوماتيك يا جاني مره على خط كنت ماشي الخط الاول داعس الخط فاضي ايوه عشق الاول في الثاني على بن السياره السباق السباق الثالث الرابع الخامس حماس خاص تحس انك مره مسرع واجي ادقه في الريوس طلع صوت خرش طلع صوت مره يخرش هديت كذا وقفت طفيت السياره طفيت يعني ام الخرشه ايوه والله لو تسمع الصوت يوم تحس ان الماكينه انحرقت طفيت السياره قعدت كذا طب ليش تطفي السياره خلاص كمل
ما اتوقع بينفجر علي شيء. ايوه 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 مع النزله مع النزله مع النزله مع النزله مع النزله يمديها عاشر. واو والله بالعيال 110 بالعيال 110 مدي مدي 113 مدي 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 روح 114 خذ 16 او شيت لف 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 ايوه 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 تحمسنا والله تحمسنا قال لك خذ ساهر تسوى على السرعه دي خلاص ايه صرت زاحف يا حبيبي تروح عند اخوياك يا جبت ساهر عاد تسوى بالتريلا ذي بالتريلا ذي خلاص ايش ده الي اكتشفنا الي قلت له دلاست في مدينه اسمها الي ايه تدري ان اخويا ليه الحين يلعب ليه طلعت فوق؟ ما ادري يا زود كذا حسيت انه من جد بنكبع الحقيقة وش ذا؟ تعرف اللي انا دقيت بريك من قلب اوكي هي خلوني امر يا عيال لا خلوني امر ما امزح ترى خلوني امر يمدينا؟ جميلة اللفة اللي والله يعني مرة جميلة احتراف مرة انا اتفقتها كيف بالله خبرة قبعات والله يواد اقول لك ماشي طايرين تعرف انا قلت البريك مره قويه بتتحمل اقول لك حطيت البريك على خير لدرجه اني سويت كذا جات سليم الحمد لله الحمد لله جات سليم بس انا سمعت ترى صوت التيدر تخرخر عرفت الله يسلم الحمد لله اشياء جبن وكذا صار ايش اي بالضبط زبده لا الجبن ما يصير زبده والله ما ادري ايش يصير بس خلاص الحمد لله وصلهم سايله اوه اوكي سوينا هم كان طالبينها سايله اوكي يعني وفرنا عليهم تكلفه انتاج وكذا واو وصلنا يب والله مشوار كويس بغينا نقبع في النهايه وصلنا هذا الشيء جميل انت جميل دقيقه مدينة وقف ريوس ايوه يلا خلنا نجرب الريوس وين؟ هنا فبقدم اصبر الحين لو اقدم اول شيء وراها ورا الطلعة قوية تقدر حقنا ناشب ولا وش؟ تقدر حقنا ناشب؟ لا لا مو ناشب الطلعة قوية وش الطلعة؟ حنا في طلعة هنا في درج كذا او صيف ترين قاعد تحضر ولا ايش لا انت يستر لا لا انا ابغى ارجع بس تريلا ما كتبت ترج ايش في ايش النشبه اللي هنا نشبه يا عمي في تقدر شوف اي والله قبعه طيب هذول بيخلوني امشي طب لو تلف يسار انتبه يلا بلف يسار ما لها الا لف يسار بس برضو طيب وهذا النشبه ما بيمشي تبي تنقبع انت يبي ينقبع حيوان ايوه كف الكلام هنا كيف نوقف بالضبط الله يعطيك العافيه جبته خذ كذا وجاي يوترني لا كبر اليوتيرن اوكي يلا 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 قبعت شيء؟ لا لا اصدق صوت ها جميل سهلة لا ما هي سهلة مرة ما هي سهلة بس انت شفت قلت لك شفت مقطع اي شفت مقطع خلني اول شيء بساوي التريلة سيدة يا ولد تساوي يقول لك المقطع ايش؟ حط منظور ثلاثة طيب بحط منظور خارجي شوف انت الحين هي مايلة باقي صح؟ انت الحين لما تمشي كذا مايلة اي 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 شوف انت الحين انت لما تسيبها كذا وهي مايلة تقعد هي تلف حلو؟ حلو فاذا انت تبغى توقف اللفة تمشي مع الميلة فهمت؟ فانت لا انا بخليها تمشي كذا انا بخليها مايلة لا تعطيها عكس اي بعطيها عكس اذا ايش؟ اذا حسيت انه خلاص اكتملت جميل عرفت؟ يعني كذا
احس انه كذا بتكون كافيه. لا مره ما هي كافيه هذه. مره ما هي كافيه. المهم انت فهمت الفكره. حركه بسيطه. اي بالضبط. اوكي بس انا توقعت لو لفيت على جهه الميله بتميل زياده. لا لا انت شفت مقطع واحد سوق حقيقي ولا اللعبة؟ اللعبة اللعبة. كبر اللفة شوي، كبر اللفة شوي، باقي لها شوي. حلو حلو، روح 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 روح، كمل كمل على زي ما انت. اوكي. كبر اللفة شوي. والله مضبوط مضبوط. حلو. اصبر. ايوه ايوه، اعطيها اعطيها شوي. ايه تكه. يلا يلا تكه. ايه يمديني يمديني نضبطها. اه احتراف. احتراف. ايش باقي ما وقفناها. اوكي زبطت خلاص. اسم الله زبطت. ايه اهم شيء انا بتلقاها في الزاويه اليمين هنا معلقه كذا. ايش توقفها؟ ايوه بدأت تعكس اتجاهات. انا اول ما عرفت اللعبه وقلت لي عليها انت زمان. ايه يا رجل اللعبه هذه من سنتين اول ما نزلت التريلات الاوروبيه. تذكر اللابتوب حقي القديم؟ ايوه. حملت الديمو عليها وكرهت اللعبه. ليه؟ بسبت الريوس، حركه الريوس واني اخذ التيدر واطلع اطلع ودف. مره كرهت اللعبه. بس كان يمديك تسوي سكيب. ما في سكيب. اول نسخه للعبة. لا لا حتى في اول نسخه. كيف بدك تسوي سكيب؟ حتى يوم اجي اركب التيدر. أيوة. اركب التيدر واخرج نكبه. زبطناها. يا رب ليفل، يا رب ليفل. سكيل رانك 1. ايوه بالله تكفر. يعني ليفل وربع سوينا شيء. والله مضبوط. وانا فخور في نفسي صراحه لانه لبقت التريلر ورا مرتين. واو تروبي. او هذا فتحناه الفراجيل عشان كذا صوت طلعنا. ايش ناخذ المره هذه؟ لا ما هاي مره ما ينفع الحين. مره ما ينفع الحين فراجيل. هاي فايلو ليه ما ينفع الحين؟ سيارات كلمات ايش تضرب ليه؟ ما هذه جستن تايم السريعه، لكن هاي فاليو اشياء مثلا غاليه ما تتدمج. هاي يعني فاليو مو كميه. طيب غالي وكمية ولا سعر؟ سعر سعر يعني أشياء غالية مثلا هنا نقول لك خلاص والله سيارات، بس السيارات ما تتدمج زي مثلا تلفزيونات أشياء زي هذه، فعشان كذا يعطيني أشياء أقل، يعني يعطيني مثلا 5 و 18 هنا. دوس. ولا ناخذ الأشياء هذه اللي تنفجر وأشياء هذه. تزودنا مرة؟ ما أدري ما هم كاتبين. يعني هنا يقول لك تاخذ أشياء متفجرة. بس أكيد يعني دام إنها متفجرة أكيد بيعطوني فلوس أكثر صح؟ وبيغير شكل التيدر. فخلنا ناخذ له. اوكي ابلاي يس بليز. يو هاف نيو ميل. جاني ايميل خلينا نشوف. وي كان هيلب يو جرو. والبنك البنك يدير سوى رساله دعايه يقول ترى ممكن نساعدك تصير اكبر. دوس. يقول لك نعطيك 500,000. اوكي نغير الكلبه دي اللي ما لا لا والله حرام عليك. 500,000 شوف كيف برجع الدين حقي يا حبيبي. 500,000 اقدر اشكل من الاشياء هذه على كيفي اللي هي هذا مثلا اخذ 200,000. يعني شوف يقول لي تقدر تستلف 380,000. حلو. فاقدر اخذ مثلا 100,000 100,000 كذا. طيب اهم شيء تشيل الزباله. لا والله حرام عليك. طيب اصبر اصبر خلينا نشوف الديلرز في دقيقه دقيقه. طيب خلاص خلاص اوكي خلاص اوكي بنشيله. بس فين التريلات؟ ما في هذا هو.